السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب حبايب قلبي، رسالة النهاردة لكم. رسالة النهاردة بتقول انك شخص خجول جدا، شخص خجلان انك تعمل شيء معين، عايز تعمل حاجة وعندك خجل، قلقان، متردد، حيران. في منكم عايز يبعت رسالة لشخص وقلقان جدا وحاسس انه متردد وخايف من ردة فعل، وفي منكم ما عندوش ثقة في نفسه بعض الشيء، يعني مع ان في منكم هنا ناس، يعني انا عايزة اقول لكم ان الرسالة هنا مقسومة اتنين، في منكم واثق من نفسه جدا وعنده ثقة بالنفس وابتدى يثق في كل شيء بيجيله، وفي منكم حتة الثقة بالنفس مهزوزة، والثقة بالنفس هنا مهزوزة بسبب شخص، شخص ما هز ثقتك بنفسك، شخص كان في طريقك والشخص ده في الوقت الحالي منفصل عنك. انت عندك خجل زيادة عن اللزوم، مكسوف، مش قادر تعمل حاجة معينة، ويمكن هنا عندك حتة خوف شوية، يعني عندك حتة خوف، في منكم هنا خايف من شيء معين يخص القضاء، خايف من محكمة، خايف من حكم هيصدر عليه، خايف من حد يرفع قضية عليه. يمكن انت عايز تنفصل مثلا وخايف لان ممكن شريك الحياة او شريكة الحياة ترفع عليك قضية مثلا، او انت مشارك حد وخايف انك تفك الشراكة دي لا انت تحاسب قانونيا او شيء او حاجة زي كده. في هنا ارتياب من شيء حبيبي، ده للبعض طبعا عشان ما حدش ياخد الرسالة كلها عليه. في حد هنا روحه تعبانة وكأنك بتقول انا روحي بتتحرق، روحي تشتعل، عايز اشتغل على استقراري وثقتي بنفسي لكن مش عارف، عايز علاقاتي تتطور لمرحلة اعلى، لليفل اعلى، عايز احتفظ بالشيء اللي انا عملته، لكن في حاجة منعاكم هنا. للبعض منكم في حد خرب لكم حياتكم، شخص متدخل، شخص حشر نفسه في حاجة كده بيخرب شيء انتوا بتعملوه، يعني كل ما انتوا تمشوا في طريق وتعملوا الشيء ده في حد هنا من تحت لتحت بيخربه. في دخيل هنا في الموضوع، انت عايز تعمل على استقرارك يا صاحب الرسالة، عايز تروح لشيء بتحبه او حاجة بتحبها او شخص بتحبه او مكان بتحبه تستقر فيه، لكن المرحلة اللي انت فيها هي مرحلة ثقة بالنفس ومرحلة طريق جديد ومرحلة تطور، فانت مش عارف تعمل حاجة لانك لسه في بداية مرحلة التطور بتاعتك، لسه مش عارف انك تحتفظ بالشيء اللي انت عملته، لسه في مرحلة لازم تتخطاها الاول علشان تقدر تكون في المرحلة اللي انت بتقول عليها للتطور والاستقرار. بص دايما للصورة الكبيرة قدام عينك، يعني بص دايما للنتيجة، ما تبصش للحاجة اللي انت لسه بتعملها وما عملتش حاجة، لسه ما كملتش، لسه مشروعي ما نجحش، لسه ما حققتش حاجة، بص للصورة الكبيرة، اتطلع لبعيد، يعني ما تشوفش دايما تحت رجلك وبس، انظر في داخلك اولا. لو انت منفصل عن شخص بتحبه او انجبرت على الانفصال من شخص بتحبه، ده كان لازم يحصل، وقت الانفصال ده كان وقت الهي لازم يحصل. ليه؟ علشان تطلع من حاجة معينة او سيطرة معينة او تخريب معين، او تطلع من طريق معين وتبتدي طريق جديد. طبعا الرجوع بيد الله، في مع الشخص ده او مع الانسان ده او في المكان اللي انت خرجت منه ده. عموما الانفصال ده عن مكان او عن شخص كان لازم علشان ترجع تسيطر على نفسك مرة تانية، وتسيطر على الاندفاع، وتسيطر على الحب العميق اللي بدون سيطرة، اللي بيخوفك ساعات. ساعات الحب ده بيخليك تخاف. انت هنا اتجبرت انك تنظر الى طريق تاني، في عقبات هنا، في حاجة خلتك تبص لبعيد، خليتك تبص ان الانفصال ده كان لازم علشان يحصل شيء تاني. ممكن علشان انتوا تكونوا مع بعض كان لازم يحصل تخريب في الموضوع،
يعني ايه؟ يعني مثلا انت لازم تنفصل عن شريك وهو لازم ينفصل عن شريك، لازم انك تترك اولاد وهو يترك اولاد، فبالتالي علشان يحصل الاتحاد لازم يحصل انفصال وتخريب تاني لاسر تانية. ففي منكم هنا في عقبات في الموضوع، فمش قادر يحتفظ بالحب اللي بيحبه، في نفس الوقت مش قادر يكون مع الشخص التاني. يعني انت هنا روحك مقسومة اتنين، علشان كده بقول لكم في حد هنا بيقول روحي تحترق، روحي تشتعل، في حد عايز يكون مع حد لكن في عقبات قدامكم. وهرجع واقول لكم العلاقات اللي زي دي بتكون علاقات قدرية فيها تعليم دروس، واذا تعلمت الدرس كويس وسلمت وامنت وسبت كل شيء على طاقة الخالق بيحصل الاتحاد ده، حتى لو كان اتحاد صداقة. فكل اللي ربنا كتبه هيكون، فقط اختار القدر الصحيح وسلم لله، واعرف ان طريقك بيتحول، خليك واثق في الله ان ربنا بيحول لك طريقك للشيء اللي ما يجرحكش، والشيء اللي تقدر تسيطر عليه، والشيء اللي تقدر تتحمله وما تكونش قلقان. للبعض منكم جاي له رسالة قريبا، الرسالة دي جيدة ام سيئة انت اللي هتكون عارف. يعني ممكن يجي لك مكالمة تليفون او رسالة، انت ما تقلقش منها، يعني فقط قول يا رب ان شاء الله تكون رسالة عادية جدا، تكون فيها بإذن الله الخير والرزق والسعادة. للبعض منكم الرسالة دي جاية من شخص بتحبوه، يعني من شخص انت وهو على علاقة، ممكن علاقة حب او توأم او مخطوبين او حاجة زي كده. فيها رسالة من شخص جاي لكم، والبعض منكم جاي له رسالة لصحته، انتوا صحتكم تعبانة، يمكن عاملين تحاليل او عاملين حاجات زي كده، يمكن هي دي رسالة جاية لكم علشان تاخدوا بالكم من صحتكم حبايبي. وخليك دايما متوقع الشيء الصحيح بإذن الله. وفي منكم جاي له رسالة من القضاء، من محكمة يعني، فخلي بالكم بإذن الله إن شاء الله الرسائل اللي جاية هتكون فيها الخير ليكم، بس انتوا توقعوا الخير، كل متوقع آت. ورسالة بتطمنك وبتقولك خليك صبور، فقط قف مكانك وكن صبور، وخليك إنسان هادي، لأن في منكم بيقول أنا ما عنديش طاقة أني أتكلم أو أخش في محادثة كبيرة أو أن أنا أفتح نقاشات وحاجات مع العائلة مع الناس. عندكم كده زي اللي بيقول إيه، عندنا في مصر بنقول عليها خلقكم ضيق، أيوة ما عندكوش صبر كده ولا حاجة، لا طاقتكم مستنفذة. أنا عايزة أفهمها لكم أكتر، خلقكم ضيق يعني ما عندكوش صبر وطاقتكم بتستنفذ بسرعة، يعني بتستنفذوها بسرعة، هتلخبطوني وأنا بتكلم. كمان الرسالة بتقول لك توقع الشيء الجيد حتى تجده، لأن توقع إن الأمور بتاعتك كلها في الفترة اللي جاية هتصل لأفق بعيدة، هتصل للنور، يعني أمورك كلها بتسير في الوقت ده نحو النور، لكن محتاجة منك شوية صبر. ما تقلقش خالص، واعرف ان صحتك هتتحسن كمان، واطلع من حالة الفقد اللي انت فيها، لان في منكم بيتحول بدون سيطرة، بيتعصب بسرعة، ولانه فقد شخص او بعيد عن شخص فبيعمل حاجات لا ارادية بتحصل منه، ما بيقدرش يسيطر على نفسه او على غضبه. سيطر على غضبك وتحكم في ردة فعلك، كن صبور، مش بقول لكم ما عندكوش طاقة، واطلع من حالة الفقد اللي انت فيها. الحاجة اللي انت فقدتها دي كان لازم تفقدها، ليه؟ اذا كان شخص او حاجة يعني، علشان امورك تسير نحو النور، وبعد كده لو ربنا اراد انها تكون في حياتك تاني هتكون. خليك صبور وخلي طاقتك عالية، واطلع من حالة الفقد وسيطر على نفسك شوية، لان انتوا هنا مش بتقدروا تسيطروا على غضبكم حبايبي، مش كلكم طبعا. وما تقلقش، لان كل حاجة بإذن الله ماشية في اتجاهها الصحيح، ماشية لطريق النور اللي ربنا هيرشدك إليه. بص للأفق البعيدة. انا خلصت الرسالة حبايب قلبي، يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.